على طول، ودائما ما نسأل ولا يتخيل عقلنا البشري بمحدودياته عن منزلة الشهيد عند ربنا سبحانه وتعالى، ومن هم الشهداء ومراتب الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلي عليه. بداية نقول إن سمو الأهداف وشرف المقاصد ونبل الغايات يقتضي سمو التضحيات ونبلها وشرفها ورقي منازلها. ولا شك أن من أشرف وأنبل المقاصد والغايات ما كان سببا لنيل درجة الشهادة، لأن للشهادة أنواعا، يعني أوضحها هي الشهادة التي تكون في سبيل الله عز وجل، التي تكون في الدفاع عن الوطن أو عن مقدرات الوطن، مع كفاءة أداء وتحمل للصعاب وتحدي للمحن واستمرار يقظة والحرص على التأكيد على أمن وأمان البلاد. أولا، الشهادة ليست لأي أحد. يبقى أنا عايز أخلي المشاهد كده مركز معي. الشهادة هي اجتباء من الله سبحانه وتعالى، هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، هي اختيار من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يبقى أول ضابط عام كده، الشهادة لا تكون لأي أحد، وإنما هي اصطفاء واختيار من الله عز وجل لمن شاء من عباده. طيب، إذا كان القرآن الكريم هو الميثاق الأعظم والخطاب الإلهي الأفخم، وجعله الله حبلا ممدودا بين السماء والأرض، من أراد منا أن يكون موصولا بالله سبحانه وتعالى، موصوفا بالفهم عنه سبحانه وتعالى، فليقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا. طيب، إيه رأي حضراتكم؟ تعالوا نقبل على القرآن الكريم ونستخرج بعض الكنوز التي تبرز لنا منزلة الشهداء. طيب، حضرتك بدأت بآية جميلة قوي، اللقاء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حلو قوي، ركزي كده معايا في كلمة يرزقون. الرزق، أليس الرزق من عوامل استبقاء الحياة؟ مظبوط. أليس الرزق من ضروريات هذه الحياة؟ يبقى كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المنيرة يعطي لنا مواصفات تؤكد لنا أن الشهيد حي عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أحياء عند ربهم يرزقون، فأعطى الله لنا مواصفات تبرز لنا وتؤكد حياة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. يبقى دي أول منزلة، أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. رقم 2، الشهيد له موقع خاص عند الله سبحانه وتعالى. هو حي، لكن حي بمقاييس مين؟ بإمكانات مين؟ مقاييس الدنيا بقى؟ لا، شفت بقى؟ ده حي بمقاييس ربنا سبحانه وتعالى. أحياء عند ربهم، يبقى لهم موقع خاص بمقاييس الله سبحانه وتعالى، لهم حياة خاصة كما أرادها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا يقول إيه؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. يبقى أول حاجة، حي عند ربه يرزق، الشهيد. تاني حاجة، له موقع خاص بالحياة التي أرادها ربنا سبحانه وبمقاييس ربنا عز وجل. طيب، ايه كمان؟ تعالوا نسمع الآية الجميلة دي كده: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جميل قوي.